وهذه الحجة من واجبات العقل التي لا خلاف بين أهل العقول فيها، ما يختلفون فيها، وإلا كان الإنسان فاقد العقل أو مجنون. وذلك أن العلماء حصروا العلوم الواصلة إلى العباد في ثلاث طرق. كيف نحن تصل إلينا هذه العلوم؟ ثلاث طرق: قال الحس المطبوع، والعقل المجموع، والشرع المسموع. الحس المطبوع حسك بما طبعك الله سبحانه وتعالى عليه. الإنسان عنده حواس، حواس خمس، حواس ست، حواس سبع، كل الحواس المدركة توصل للإنسان معلومات. إن كان أعمى لا يرى فيستطيع باللمس وبالسماع، عنده اللمس، عنده السمع، عنده البصر، عنده الذوق. زين، إن عدم جميع هذه الحواس فعنده حاسية ما يسمى بالشعور. أحيانا الإنسان يشعر بالخوف، ما رأى شيئا، ما سمع شيئا، ما أدرك شيئا، ما لمس شيئا، ما ذاق شيئا، لكن تأتي حالة بالشعور. هذا يسمونه الشعور، هذا موجود حتى في الكائنات، الحيوانات تشعر بالمخاطر أو تشعر بالطمأنينة. أحيانا أحيانا يعني الإنسان يعني هذه المكنونات في داخله لا يدركها إلا بهذه الحواس. فالحس المطبوع أي الذي طبعه الله عليه يوصل له الوحدانية والرسالة التي أمر بها. السمع، قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذن هذه وسائل لإدراك الأشياء ومعرفتها، تقود إلى الله سبحانه وتعالى. والعقل المجموع، جمع الله في عقل، هذا العقل يميز بين الخير والشر والنافع والضار، هذا العقل يقوده إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان بعيدا عن الدين، بعيدا عن الرسالات، لأدرك من تلقاء عقله بأن لهذا الكون مكونا، ولأن هذه المخلوقات لها خالق، يدرك بعقله الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد إنسان عاقل لا يعرف الله سبحانه وتعالى بعقل. نعم، لا يهتدي إلى كل صفاته أو لماذا يأمر، بماذا يأمرون الله سبحانه وتعالى. فهنا يحتاج إلى الشرع المسموع الذي يبلغ عن ذلك. قد ضربوا له أمثلة قديمة، لو كنت أنت جالس أو يعني طرق عليك طارق الباب، أو حتى ضرب جرس، شخص ضرب عليك جرس، ما عندك شيء وسيلة لتعرف هذا الشخص. أنت تدرك بعقلك بأن هذا الجرس طرقه طارق، ما يمكن الجرس بنفسه إلا إذا اختل، لكن هل تستطيع أن تحدد هذا الشخص الذي طرق الجرس؟ هل هو رجل، امرأة، كبير، صغير؟ لماذا أتى؟ من الذي يجيبك على هذه الأسئلة؟ تفتح الباب وتسأل. فإذا العقل يقودك إلى الله سبحانه وتعالى، الحواس تقودك إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرفك على عظمة هذا الخالق، وتعرفك على وحدانيته، وتعرفك على قدرته، وتعرفك على عظمته، وتعرفك على علمه، لكن لا تبين لك ما الذي يريد منك الشرع. ربما بعضهم أدرك أنه يريد منك العبادة، لكن إيش العبادة؟ كيف تفصيله؟ كيف هنا يأتي الشرع؟ لذلك كان بعض الحنفاء كزيد بن عمرو بن نفيل من ضمن الحنفاء، من مقسم بن ساعدة الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن عمرو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ما أدركه بعد البعثة، كان على الحنيفية، فيأتي إلى الكعبة يسجد على خده، يضع خده على الأرض فيقول: يا رب لا أدري بأي طريقة أعبدك، هذا الذي أستطيعه. فيأتي الشرع بعد ذلك، الشرع المسموع، أي المسموع الذي بلغنا من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل أنبيائه، من قبل كتبه. يأتي الشرع يؤكد ما رسخ في عقلك من صحة الاعتقاد، ويبين لك مزيد من الصفات العلية للذات العلية، ثم يبين لك ماذا يريد منك وبماذا ينهاك، يأمرك وينهاك.
فإذا هذه الثلاث الأشياء يا إخواني، الحس المطبوع الحواس والعقل المجموع الذي تدرك به الخير والشر والحق والباطل والشرع المسموع، فإذا اجتمعت في الإنسان قامت عليه الحجة، فإذا فقدت أحدها كلف بما قبلها. فلو فقد الشرع المسموع كلف بالوحدانية ولا يعذر. يعني نحن في مذهبنا أن أهل الجاهلية غير معذورين بالوحدانية، ربما معذورون بعدم معرفة تفاصيل الشرع، لكن الوحدانية لا يعذرون بسبب أن العقل يهدي إلى الذات العلية. فإن فقد العقل سقط التكليف، بقي الإحساس فقط، مجرد إحساس. ولذلك لم يكلف الله البهائم، بهائم تحس، لكن الله تعالى لم يكلفها، والتكليف هو معرفة الشرع الشريف. ويا إخواني، مسألة أن الإنسان يتكلف الشرع الشريف أي يأخذ التكليف أو لا يأخذه، هذا مرده إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فنحن من حكمة الله عز وجل خلق ملائكة ليس لهم شهوات، ولا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، حكمة ربانية. قال لك ليش أنا ما خلاني مثل الملائكة؟ أنت الله سبحانه وتعالى جعل فيك الإرادة. ذلك عندما تجد من بعض هؤلاء السفهاء الذين يقولون بأن الله ليش ما خلاني معصوم، ليش الله يكلفني وخلاص يدخل النار؟ نسأله سؤال مباشر، هل تريد أن يسحب الله عنك الإرادة تكون إنسان مكفت ما تستطيع تسوي شيء؟ انظر إلى أي واحد من هؤلاء تقول له هل أنت تريد أن تكون مسلوب الإرادة؟ ليس لك دخل في أي شيء، ما تستطيع أن تعمل شيء، ليس لك إرادة، ليس لك توجه، ليس لك عواطف، ليس لك أي شيء. بيقول لا،